السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد، ان شاء الله يتعاود عليكم بكل ما تمنيتم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب واحد الوصفه مغربيه ولكن بطريقه ريفيزيتي. دونك اول مره غادي نتجرأ ونصاوب شي حاجه باتاي مغربي. غادي نصاوب ايس تي ولكن موروكان ايس تي. الوغ صوبنا اتاي عادي ولكن درتو انا بنص سكر، دونك درت اتاي مع فليو النعناع ديال طماريس كيعجبني. غادي نزيد عليه ميكسي بار ديال موخيتو مونت. اوكي دونك غادي ناخذو لو فير ديال الشكر، نديرو فيه شويه ديال العسل، وغادي نخويو اتاي ديالنا. غادي نزيدو ميكسي بار موخيتو مونت تقريبا 15 ملل. غادي ندير دي غلاصون، وغادي نسد الشكر جو في شيكي. غادي ناخد لو فير دو بريزونطاسيون، غادي ندير العسل في لو بور ديالو، وغادي نزيد دلا مونت في الكاس. دونك ندير ان ميلونج ديال النعناع عادي و ميم طون ديال الفليو، نخوي لو ميكس، وفي الاخير غادي نزيد شويه ديال الورد. زين فوالا، موروكان ايس تي واجد بالصحة والراحة.